السلام عليكم. اليوم انا جودي بس بدون رمز لانه والله شو بدي اعمل الصراحة جاي اعمل فيها مقلب حول حالي لشاب من فوق لتحت حيتغير شكلي نهائيا كاملا. حروح حاول اطلب منه زواج وراح اتغزل فيه وهيك. بس المهم قبل ما نبدا بسوا زر السبسكرايب الاحمر اللي تحت واضغطوا زر التنبيهات مشان تدعمونا ونكملكم بالتحديات والمقالب القوية. وخلونا شوفوا أكثر شيء حنركز فيه اليوم وبميز أكثر شيء كبار عن البنات هو اللحية والسمد وكذا. حنبدأ فيه ضبطت شعري لورا. حأبدأ أرسم الدم. لازم كل شعر شعر بيضة عن جد فيه. عمل حلق فيه كيف عمل تنسل لأيدي؟ Oh my god. خلوني راح بدل في هذا الوسط يا شباب. حتى هالبشر ذات الجلد وكاد وكل شيء مرضى. صار المغرب وهلا هي مع رفقاتها وصارت اللحظة الحاسمة باني اروح لعندها. بس قبل لازم اتدرب على المشي. بتعرفوا الشباب هيك بينفوا حاله. معروف انه الشباب لما يمشوا بينفخوا حاله. طبعاً الشباب لازم يتخنوا صوتهم. فهاحكي حجرب هيك بيك اب لاين. اعطيني رقمك يا الغالية يا الغالية. اعطيني رقمك. حسكر عيوني هيك وانا عم بحكي يا الغالية. شو اخبارك؟ المهم انه هي جوا هلا وصلنا. شكلها عم تطلب او شيء. هي مع رفيقتي ورفيقتي متفقة معي. فيعني رفيقتي بتعرف حالي. بسم بالله متوترة. لازم استناها تخلص طلب بعدين بروح. شوفوا مع انه الازاز هذا اللي جوا ما بشوف اللي برا. بس حتى انا متخبية خايفة تشوفني. بس مستحيل تقدر تشوفني هون. صارت اللحظة الحاسمة. يلا خبي وشي شوي. السلام عليكم. شو اخباركم؟ ما شاء الله حلوة يا اخي. عبريني يا اخي. يا اخي
كم عمرك؟ الليلة كم عمرك قصير؟ صدقيني ياي بشكل جدي. كم عمرك؟ كم عمرها؟ انت قولي لي كم عمرها؟ كم عمرها؟ يعني ما شايفنا قاعدين عم ناكل؟ يا اخي ما قلت لك شيء صدقيني، بس اسمعيني للاخر وما عليك. كم عمرك؟ كم عمرها يا اخي؟ ما اعرف عمرها. ابى اعرف، ابى اطلب ايدها للزواج. انزين من وين انتو؟ يا اخي ليش تضحكين؟ زين انا جايينك بشكل يدي، ابى اطلب يدك للزواج. صدقيني من اول ما شفتك وانتي داشه قلبي. يا اخي عرفتيني يا اخي، عرفتك من ايدك. اوف من فتره كاني انا كنت حاسه بصوت غريب في صوت هذا، بس عم تعقد صوتي ما زادت. شوف والله شو رايك، بس انا ما بدي اطلع لانه هذا اقسم بالله تعبت، دفعت حرارتي. يا يدي شوفي يدي. انا وقت قلتي يدي لك يدي ولا يدي يدي انا يا اخي انت كيف عامله صوتك هيك؟ كيف عامله صوتها هيك؟ او ماي جاد، ما بعرف ايش كنت بتفكر. رجال وعم تحكي اماراتي اقسم بالله. ما بدي اطلع لانه لو طلعت رح اعطي عشرة وحياة ما بدي اطلع. حياة الله متوترة كانه عن جد جاي تنطب عن جد. ما مزح يا يدي كيف شكل جدي يدي يدي. بحب اقول لك انه ما راح تعرف. مبين انك بتعرف. بتطلع بتضحك وانا عم اقول لها عم اقول لها لا تطلعي. طنشي بعمل لها هيك. يا اخي ليش تضحكين؟ يا انا عم خبي وشي والله، خايفه متوتره. انا ما كنت عم بشوفها لو شفتك كان اشكره. بين عيونك عيون بنت يعني ما بيزبط. بس والله زبط، والله زبطت يا اخي والله. لا والله اوكي والله اوكي والله اوكي. بس شو رايك شب ولا كبير؟ يلا انت زوجيني. لا يا اخي كنت عم بمزح اصلا. ناوي شو هذا مقلب على يوتيوب؟ مقلب على يوتيوب. ما نسيت لك تفضلي انت على اليوتيوب. اهلا وسهلا. حسيت الكاميرا انت على قناتك. قناتي ولا قناه؟ فتحتي قناه جديده؟ لا قناتك، لا تخافي قناتنا مع بعض. فتحت قناه جديده. اهلا وسهلا يا جماعه. شكرا. انا صعب اقبل شوي بطلب الزواج هذا، ولكن يعني بمرات بعدين يعني ممكن لو تتحسني شوي ان شاء الله بظروف احسن. كلنا من مو بظروف احسن. ماشي. هو خلص الفيديو ولا لسه في شيء؟ لا خلص الفيديو بس هيك. انت عامل لهم ميك اب توتوريال كيف تحول الفيديو لونه على لونه. وش الفيديو مدته دقيقه؟ عم لك لا والله عملت قبل. بتعرف شو قدميت عم اشتغل عليه رن مشان هيك تاخرت عليكم. خلاص يعني انا حاببتيني اكون بالفيديو ولا خلاص انا بتوكل؟ رح اتوكل يا جماعه. اسمح لك تحكي النهايه تفضل. احنا ضيفونا على الانستغرام وخلصنا هذا الفيديو. لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب. لا دقيقه، في شيء كثير مهم اللي هو انه في فكره براسي. شو هي؟ انه في فكره براسي بس يعني اذا بدك تردي لي اياها. بدي رد. والله لما هلا انت بتتذكر المقلب اللي عملت لك اياه على اساس بدك تردي لي اياه؟ ما رديتي لي شيء والله. ولا يا اطلع منه انا شي. انسانه مسكينه ما برد المقالب. بس ما علينا، بعدين لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب. انا بس تهديد. لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتفضلي انت انهي الفيديو، انا ما في لي داعي. طيب وتغدوا زر التنبيه. يعني كمان رحتي على الاخر. اوكي بحبكم كثير احلى ناس وسلام.